السلام عليكم الحباب، كيف دايرين؟ لاباس عليكم. جيتكم فيديو جديد باش نتقاسم معاكم واحد لا سالاد بخيزو طايبين اون سوفيد في الفران بالبخار. اكله اللي راكم عارفين، خضره اللي كتقدر ترافق مع هذا العيد، تقدر ترافق الشوا، تقدر ترافق الضلعه، تقدر ترافق اي اكله درتو ديال اللحم. يمكن هاد الاكله ديال الخيزو كتجي فريش وكتجي اما تاكل دافيه بارده، كاين حتى مشكل. انتم غادي تشوفوا معايا الميزان تاع هذا الطياب، هو انني غادي نطيبها في واحد الخنيشات ديال السوفيد اللي كيمشيو في الفران. هاد الخناشي كيمكن لهم يمشيو في الفران وكيمكن لهم يمشيو فوق الباربيكيو في الشوا. يمكننا نديرو فيهم حتى اللحم كوتليت ولا لي زيل دو بولي ولا اي لحم عندكم، وكديروهم فوق، والخضره حتى هي اي خضره ولا بطاطا، وكديروهم فوق، كتسبلو داكشي ديالكم وديروا له عطور ديالو وكديروهم فوق الباربيكيو ديال الميزان تاع هاد الخنشات خنيشات. كيمشيو لجوج حاجات. بعد ما غادي نغسلو خيزو كما كتعرفوا، قطعوه بالطريقه اللي نتوما بغيتو. انا اختاريت هاد الطريقه هادي اون جوليان غليظه شويه صبيعات، بغيتهم هكا باش نرافق بهم ان شاء الله نهار العيد ان شاء الله يا ربي. كما كتشوفوا بعد ما غادي نقيهم ونقطع كل شيء، انتم غادي تدوزوا معايا غادي نوريكم داك الخنيشات كي دايره. كما كتشوفوا باش نعطرهم، راه درت داكشي بسيط، غير زويته بلديه ودرت شويه ديال الملحه ودرت بزيره ودرت واحد شويه تاع معدنوس يابس، ما كثرتش بزاف نتاع التوابل باش داك الخيزو يبقى المذاق ديالو وتبقى النكهه ديالو في الفم ونتنفعوا به اكثر. غادي نتبلو كما كتشوفوا، غير هو انا غنوريكم الخنيشات، ولكن سمحوا لي اللقطه فاش كنت كنديرهم في الخنيشات راه تحيدات ليا، كان كيحسبني كنفيلمي وانا ما فيلميتش، ولكن ماشي مشكل. انا غادي نوريكم الخنيشه كيفاش دايره. كما كتشوفوا الخنيشه كتكون في هاد الباكيه هادي، هما دايرين بحال هاد الشكل هذا، جهه عندهم الومنيوم وجهه ترونسبارون كتبين دايره بحال ميكا. هذيك الجهه هي اللي خصها تكون من الفوق، والجهه اللي ديال الالومنيوم هي اللي تكون من جهه الجهه تاع الكغي العافيه. في الحقيقه زوينين والله الا كيجي خيزو عرفتي من داكشي، وكيجي طايب وما كيحتاجش بزاف ديال الوقت، وكيبقى داك التوابل ديالو كيبقى، وكتبقى النكهه ديالو ما كيمشيش حسن. في الحقيقه كيجي مذاقو حسن من المسلوق، لان مسلوق هذا البنه ديالو كلها كتمشي في الماء، والمنفعه ديالو والفيتامينات ديالو كلهم كيمشيو في الماء. ما نكذبش عليكم، حتى انا كنديرها، ماشي حتى انا كنسلق بعض المرات، ولكن ملي لقيت هادو دابا غنبقى نستعمل غير هادو مع الفران ديالي. ملي كنديرو خيزو فيها كنبقاو نتكوها بديك الكوردون باش يخرج من هذاك البخار وداك الهواء. المهم دابا هي دي في الفران، درتها 20 دقيقه على 150 اوكي. طيب كيخرج طايب من داكشي، نتوما كما كتشوفوا ما عنده ما كاين حتى مشكل. زعما كديري وتمشي تقدري تغيلات، كديري حاجه اخرى ولا تنقي خضره اخرى، سي جينيال. هاد الخنيشات ما غاديش نولي نتفارق معاهم، غنبقى نستعملهم غير هما. و اون ميم طو سي ديت، اون ميم طو حتى داك الزيت لا بغيتو تستغناو عليها استغناو عليها، المذاقكم ميم كيبقى داك التوابل اللي كديرو بالعطور اللي كديرو. راه لا قبضتو غير واحد الطريف نتاع كوب لو كوب كنور وفرتشتو عليه بلا حتى حاجه اخرى ودرتوه، راه كيجي بنين. الا درتوه كاع ناتيغ راه حتى هو كيجي زوين. ملي تخرجوه عاد ديروا له شويه د المعدنوس شويه د الخل وداك التوابل اللي كنديروا الخيزو ديال الشلاضه ديالنا، د خيزو اللي موالفين كنديروا. حقا كيجي طايب وكيجي هائل هائل هائل. هاد الخنيشات يمكن لكم تستعملوهم دنيا هانيه. وكنتمنى نكون فتكم ونكون عطيتكم فكره على خيزو. خيزو راه كلشي عارف هاد الشلاضه، ولكن على هاد الخنيشات كنتمنى نكون عطيتكم فكره اللي تقدر تنفع اي واحد. وشكرا لكم، وعيدكم مبارك مسعود، وعواشركم مبروكه. كنتمنى نحط هاد الفيديو قبل العيد ان شاء الله يا ربي، والى اللقاء.